حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج لوكيشن 965، ونستمر معاكم بجولات في لوكيشنات جميلة في دولتنا الغالية الكويت. راح اروح معاكم لوكيشن جديد بس بعد ما نشرب الشاي. ندري ان سوق المباركيه واحد من اهم المعالم السياحيه ووجهه السواح الاولى. السؤال ليش؟ انا اقول لكم، هالمكان متوفر كل المستلزمات اللي تحتاجها، من سوق السمك، سوق الخضره، سوق اللحم، سوق الملابس، سوق البشوت، حتى محل الصواريخ بهالمكان موجود. وهالمكان ترى في خلطه عجيبه، في خلطه تحاكي الماضي بالحاضر. المكان هذا فيه سر عجيب لازم نستكشفه وياكم، خلكم معي. ما شاء الله الجو اليوم وايد حلو، قاعد اشوف الناس تمارس رياضات الاوتدور مثل الركض والمشي والقواري. في مقوله كنا نسمعها من احنا تربينا لليوم، وهي العقل السليم في الجسم السليم. نسمعها في المدارس مع الاهل، حتى تشوف لافتات بالشوارع مكتوب العقل السليم في الجسم السليم، وهذه ما تجي الا عن طريق الرياضه. فكل الرياضات والالعاب تختلف حسب الطاقه والجهد المبذول فيها، وترى تحكم الرياضه قوانين حطوها عشان تتحكم في السير وتنظيم الرياضه، وتختلف الرياضه حسب عدد اللاعبين. في رياضات جماعيه وفي فرديه، ومن الرياضات الجماعيه هي كره القدم، كره السله، كره الطائره وكره اليد. ومن الرياضات الفرديه هي العاب القوه. وفائده الرياضه انها تنشط الدوره الدمويه، تحسن من عمليه الايض، تحافظ على وزنك، وتنشط ايضا الذهن، وتخلي ذهنك صافي، وتحافظ حتى على وزني احسن مما اني اتمسك بدايت من غير رياضه وما ينزل وزني. فكل شيء يك من الرياضه. العافية. الله يعافيك اخوي، تفضل. انا حاب اشوف النادي. الساعة المباركة حاضر. فوزان السابج مدرب جي جيتسو. بداية المباراة بالجوتسو اللاعب يكون ماسك قوة اللاعب، دائما تكون صوب الكتف، ما تكون مسكة تحت تكون وايد ضعيفة، فتكون صوب الكتف والثانية راح تكون ماسكة الإيد، فهني يقدر أدش وطيح اللاعب، فالمسكة شي وايد فيها تكون قوية. تفضل حياك. ده فضلك، ما شاء الله هذا شيء جديد أول مرة أدري عنه. الجوتسو يمكن اسم الرياضة طالع حديثا بس ما شاء الله بسرعة قاعد تنتشر. ما شاء الله زين، هذه اسم جوجيتسو، شنو هي جوجيتسو؟ الجوجيتسو الله يسلمك هي يسموها نفس الفن النبيل او الفن الهادف، فهي اساسا اصلها ياباني وطوروها البرازيليين، فهي مشابهه للمصارعه والجودو. اذا شنو يفرق بينهم؟ طبعا الفرق بين الجوجيتسو وبين الرياضات الثانيه، الجوجيتسو ما فيها ضرب وركل، شلون امسك اللاعب واطرحه تحت واحاول اسوي كنترول واسيطر على اللاعب، بالنهايه يا المباراه تنتهي بالنقاط او انه بكسر وخنق استسلام اللاعب، فبشكل مختصر هذه الجوجيتسو. اذا انت الحين قلت تنتهي المباراه بسبمشن صح، او قرار الحكام بالتعادل. اذا اذا هذه النهايه، اذا القوانين شلون؟ القوانين الله يسلمك، احنا الجوجيتسو الله يسلمك فيها نظامين، نظام البدله اسمه يسمح لنا اسم لابسين يوم البدله، وفي عندنا اسم نظام ثاني بدون بدله اللي هو شورت وتيشيرت نفس المصارعه. فالقوانين لما طيح اللاعب هاي في مثل النقطتين، لما تصعد فوق بالماونت ركبك تصير فوق جسم اللاعب في مثل اربع نقاط،
الوقت يكون كله خمس دقائق على الحزام الابيض، والازرق يكون ست دقائق، وكل ما اسمه يعلى الحزام يعلى الوقت معه. اذا انت الحين قلت على طار اللبس، زين هذا شو ثقيل؟ لازم ثقيل، مو خفيف حتى بالصيف وشتاء نفس اللبس شذي؟ صح، البدله الخفيفه وايد تنشق مرات بالمسك، القوله والشم يروح مثلا بليد، ف البدله اللي متينه تكون وايد فعاله، وطبعا مع الايام راح تتعود اصابعك على المسكه وجسمك تعود عادي مع الحراره. اذا انا قاعد اشوف هني حتى هني ثقيل، حتى تقعد تمسكون هني، حتى قلت لي مسح على المسك باصابع الايد. صح، المسك دائما يكون فوق، لان لازم نسيطر على اللاعب، فلازم كذا تسحب وزن اللاعب، لازم التل تكون سحبه مالتك وايد قويه اساس، فالبدله اللي مثل ما تنشق فلازم تكون خامتها تكون ثقيله شوي. اذا على طار الثقيل، اذا هالحزام هذا انت لبست لي قبل شوي، هذا انت مترقي من قبل هذا الشيء. خلاص انا واصح خلاص. ايه زين، شنو قصه الاشرطه هذه اللي موجوده؟ الاشرطه الله يسلمك، احنا عندنا كل لاعب مثل بطاقه وكرت، كل ما يعدي عدد ساعات معينه مثلا يجتاز عدد اسمه حصص معينه ويتطور المستوى ماله بالتمرين يحصل على السترايب، كل ما يكمل الحزام اربع سترايب ياخذ الحزام اللي وراه، يعني مثلا ورا الحزام الابيض يكون الحزام الازرق، عاد لين ما يكمل يوصل على الحزام الاسود. اذا انا من ساعه قاعد اشوف الشباب هم قاعد يتدربون في دقائق معينه. صح، يعني انت قلت من ساعه خمسه في سته في سبعه عدل. على حسب نوع الحزام؟ اي الله يسلمك، مثلا البطوله الصغار يلعبون من ثلاث دقائق لاربع دقائق. الحزام الابيض خمس دقائق، الحزام الازرق ست دقائق، البنفسجي سبعه، البني ثمان دقائق، والاسود للعشر دقائق، فعلى الحزام يكون. يعني هذا على الاحتراف يعني؟ هذا اسمك بقوانين البطولات، شيء مثل مثبتين. اذا انت الحين قلت الالوان. حلو. وقلت هذه الانواع الاشرطه. الاشرطه عادي. زين الحين انا على الحزام الابيض. حلو. هذا كم سنه عشان احصل الشريط الثاني؟ طبعا هو يعتمد، اذا اللاعب كان اي مثلا كل يوم، احنا مثلا ست ايام بالاسبوع، اذا كان يحضر من خمس لست ايام بالاسبوع، تقريبا كل ثلاث اشهر لاربع اشهر ياخذ استرايب، يعني بالسنه ثلاث مرات. اما اذا واحد مثلا قطع يوم يومين، لا يطوله فوق السنه. زين ما شاء الله الشباب هم قاعد يدربون، نشوف اللياقه. صح. زين هذه تعتبر من رياضات الفنون القتاليه. عدل. زين انا احنا متعودين على الجيم، نمسكنا دايت، نلعب بودي بيلدينج شويه. صح. زين شلون التغذيه السليمه حق هالرياضه هذه؟ طبعا التغذيه وايد تاثر من ناحيه اللياقه، التغذيه وعندك الراحه وعندك النوم وايد ياثر. الجوتسو 80% اسمه منك كله اسم القتال يكون تحت، وحركه الحوض، فطول الوقت اللاعب راح يكون معك، فاذا انت مثلا بالاكل تخربط، مو منتبه حق الاكل وحق الراحه وحق النوم، راح تاثر وايد باللياقه، تحس نفسك انت الخمس دقائق ما كملت وانت تعبت ما تكمل الفايت. فالتغذيه والراحه والنوم وايد شغلات اساسيه هذه. ومن ساعه الشباب قاعد يدربون قاعد اشوف اطوال مختلفه، اوزان مختلفه. زين هذه ما تعتمد بس على القوه. عدل. كلها تكنيك، انا لاحظت الشيء هذا. صح، الجيتسو يشبهونه بالشطرنج، شلون تفكر انت؟ شلون تستخدم مثلا وزن اللاعب ضده يصير، عكسه يكون الوزن. فعادي مثلا تشوف يمكن واحد وزنه 60 و70 تلقى مثلا قالب واحد وزنه فوق ال 100. بالبطولات انت راح تلعب مع نفس اوزانك، فرضا تحت 60 تحت 70 راح يكون اللي معاك بنفس وزنك، بس هنا طبعا داخل الصاله الكل يتدرب مع الثاني. إذا على طار البطولات. نعم. أكو بطولات محلية تصير بينكم، شلون طريقة الفئات اللاعبين الأعمار شلون الطريقة؟ الفئات الله يسلمك، إحنا عندنا الحزام الأبيض يكون بروحه والحزام الأزرق بروحه، وعادة البنفسجي والبني والأسود هو الحزام المتقدم يكون كلهم مع بعض، والصغار يكون طبعا بروحهم. عندنا مثلا من أربع إلى ست سنوات مع بعض، من سبع سنوات إلى عشرة، ومن عشرة إلى 13 يكون كل فئة متقسمة بروحها. وانت مساء قاعد نتدرب قاعد نشوف، انا كنت وياهم يعني. اي نعم. انت قاعد تبدل بين اللاعبين. صح. مو بس عشان الوقت، هل هو عشان يعني الناس ما تمل، ولا في قصد معين من هالموضوع؟ لا، هو الله يسلمك، اذا انت قاعد تلعب مع نفس اللاعب هو راح يحفظك وانت راح تحفظه، فما حد راح يستفيد. فلما تشكل مثلا بين لاعبين مثلا خمس فايتات لعبنا او مثلا اربع فايتات، كل واحد مثلا يلعب مع كل لاعب غير الثاني، فاللي قدامك وزنه غير وطوله غير وحركته غير، فكل واحد يستفيد من الثاني، لان هذا انت راح تواجهه بالطبيعه او انه بالبطوله راح يجيك، راح تلعب مع اسمه مع اشخاص مختلفين، مو مع نفس اللاعب راح تلعب. زين ما شاء الله نشوف انت قاعد تتكلم، نشوف ان انت متحمس على المجال، اكيد انت صار لك فتره طويله بهالمجال. نعم. كم سنه صار لك بهالمجال؟ انا والله بلشت فيه من 2004 الجيتسو، قبل طبعا لعبت رياضات متفرقه، بس ركزت التركيز كامل من 2004 لغايه اليوم بس لعبه الجيتسو. يعني احنا الحين 2020. اي نعم. يعني 16 سنه. اي نعم. زين شنو اللي خلاك تدخل هالمجال؟ يعني انت كنت 2004 يعني كنت اكيد برياضه ثانيه ولا مجال مختلف؟ صح. يعني انا اشوف ماكو رياضه مثل ما دخلتها، لعبت كل شيء ما عدا كره السله. ودخلت مثلا بالصيف واطلع، دخلت واطلع. 2004 لما شفت اللعبه، ترى 2004 يمكن كان بس نادي وناديين بالكويت،
ما كان ذاك انتشار، بس عجبتني اللعبة. الحين ما شاء الله انتشرت. إيه يعني كنت أشوفهم مثل من برا قاعد يدربون، بس أنا ما أدري هذي مثل إيش قاعد يسوون. بس لما جربت ودخلت لا تعمقت فيها، يعني مثل لقيت أنا هذا الشيء اللي أنا أبي. وشون شفت تشجيع الأهل؟ يعني أنت دشيت المجال صار لك 16 سنة. نعم. فأكيد أنت الحين ما شاء الله يعني على العمر هذا والعيال والأسرة. نعم. والدعم، شون شفت الدعم؟ بالبداية كانوا متخوفين، لأن جيت مثلا فيها لعبة مفاصل كلها كسر وخنق، فإيش لك باللعبة هذه تعور نفسك إيش لك؟ بس لما شافوني قاعد أشارك وقاعد أحقق وأنا حاب اللعبة ووقت كله مثلا كوب النادي، لا بعدها مثلا شجعوني، والحين الحمد لله يعني من 3 سنوات تقريبا صار عندي النادي هذا. وما شاء الله على الموضوع الخوف من الكسر، انا لاحظت الشباب هم قاعد يتمرنون، حتى انت سويته معي هذاك بس هالطقه. اي بس انت اللاعب مثل بالتمرين، اي لاعب يحسب عوار بس يسوي تاب يطق على اللاعب اساس انه يهد اللاعب، لانك اذا تبي تعاند وتقاوم راح تعور نفسك. بالبطوله مرات كذي، مرات لاعب ما يسلم بس الحكم هو يقرر، يشوف تعبير وجهه قاعد يتعور بس يوقفه، ما قاعد يتعور يقول خلاص كمل. زين الحين قاعد اشوف الوان الكيمونوز مختلفه. صح. زين هل البطولات الرسميه تختلف عن التدريب اللبس؟ لا الله يسلمك، البدله الوزن ما مثل يكون مختلف، مثل في بدله وزنها كيلو وين كيلو ونص الى 3 كيلو. اللون عندك ابيض اسود رمادي وازرق، الالوان هذه كلها مسموحه فيها. طبعا بس اللون يختلف، بس الخامه تكون نفسها، بس اللاعب مثلا شنو يحب، البيضه او الزرق او السوداء كذا. اذا الحين نبي طرق التدريب الاساليب، انا مساء شفت مثل اداء عندكم مثل تي اي نعم الدميه. اي نعم الدميه. شلون تتعاملون بطريقه التدريب بس على هالدميه ولا في امور احنا الله يسلمك بقى. احنا الدميه هذه جبناها بفتره كورونا، احنا بلشنا بنص شهر 8، فقعدنا اول 3 اشهر كان كله بالتباعد ونشتغل على الدميه هذه. الشهر الثالث قمنا نتدرب مع الماسك، يعني نسوي التكنيك بس ماكو فايتات مع الماسك. بشهر 12 لا الكل سوى الفحص وبعدها خلاص انه قاعد نبلش التمرين كله طبيعي، وعندنا مثل موافقه من شباب الرياضه، والدميه الحين صارت هذه بس حق الصغار، الفئات السنيه ما قاعد تحفهم مع بعض، قاعد يشتغلون على الدميه. زين شو شفت اقبال الصغار؟ انت جبت طاري الصغار. نعم. زين الحين مع اهاليهم شلون شجعوا يدشون بهالرياضه وشجعت الاهل؟ والله شوف الصغار الاقبال عندهم وايد اكثر من الكبار، اقبال يعني وايد، خصوصا اللاعب اذا بلش وهو صغير وحب الرياضه هذا، واذا اهله مثلا شجعوه وساعدوه اذا كبر راح يصير له مثل لشان المستوى، غير اذا لاعب مثلا بلش عن كبر. في بعضهم لا، مثلا في البعض وقليل منهم انه بس مثلا فتره الصيف او فتره اجازه وبعدين ياخذ يطلعه، بس الغالب لا، يعني مثلا مستمرين، مثلا عندنا مثلا صغار صار لهم 6 و7 سنوات معنا للحين، في بعضهم وفي بعد صغار الحين راحوا مع اللي فوق 14 سنه خلاص مع الفريق الكبار. زين ما شاء الله الحين احنا عرفنا وايد معلومات عامه على جوجوتسو، في شغلات وايد تعلمناها جديده. صح. ودي اتعلم تكنيكات جديده الحين. حاضر الحين اعلمك. قوم كابتن، الحين خلصنا تمارين التكنيك. اي نعم. احنا الحين في صاله اللياقه البدنيه البوكس. صح. زين هذا المكان شنو يفيد لاعب الجوجيتسو فيه؟ الله يسلمك، الصاله هذه تفيد لاعب الجوجيتسو باللياقه والقوه البدنيه. اللاعب شلون يقوي نفسه جسمانيا وبدنيا، وهم عندك اللياقه وايد مساعده. طبعا هي مو شيء اساسي، الاساس عند الجوجيتسو، بس هني لاعب يساعد اذا مثلا يبي يطور من اللياقه مالته، يبي يطور من القوه والاوزان، يشتغل بالصاله هذه، هي صاله القوه واللياقه البدنيه. اذا هذا الحين صاله الكروس تريننج. نعم. انا قاعد اشوف اجهزه في روينج، في كيتل بول، في وايد امور. عدل. زين شنو العضلات اللي تهم لاعب الجوجيتسو يركز عليها؟ التركيز عندك عضلات الريل والحوض والايد، هذيل اسمي عضلات وايد مهمين بالجوتسو، لان اللعب قالب كله كل القتال كله مثلا تحت وبالارض، فشلون يسرع الحوض ويقوي الحوض، شلون يقوي الايد ويقوي الريل، فالركز على المناطق هذه هي اللي تساعد بالدرجه الاولى لاعب الجوتسو. زين احنا نسعى قبل شوي بصاله الدوجو. نعم. ما شاء الله نشوف الجهد المبذول حق اللاعبين وايد كبير. صح. كنا بالساعات بتمرن العرق وهذا، ف يعني تهمه وايد اللياقه البدنيه. صح. اذا انت قلت العضلات، اذا شنو تمارين اللياقه اللي يركز عليها بعد؟ اللياقة مثلا عندك مثلا نفس جهاز عندك التجديف، وعندك مثلا جهاز الركض،
أو البايك أو مثل تروح تركض برا وسباحة. والشيء الأهم من هذا كله زيادة تمرين الجوتسو وفايت الجوتسو، لأن لياقة الفايت الجوتسو غير عن التمارين الثانية. فكل ما يزيد الفايت كل ما يزيد عند اللياقة. ففرضا مثلا دش عندي مثل لاعب جديد قاعد شهر أو شهرين، ببدأ يمكن يلعب فايت أو فايتين وتلقى راح يتعب، بس مع الأشهر والأيام ومع الاستمرارية تلقى يلعب 5-6 فايتات بعد يحس بالتعب. فكل شيء مع الاستمرارية والتمرين. زين الحين أنا قبل أي تمرين لازم في وورمينج أب، في ستريتشنج، في تمارين إطالة عشان الإصابات. زين شنو تمارينكم اللي تسوونها؟ إحنا نسلك بداية كل حصة جوتسو بنسخن سواء ركض أو نسوي جب جاكس. عندنا مثلًا بعدين التسخين خاص بالجوتسو اللي عندنا القلبات، عندنا الزحف، ونسوي سلتشات. بعد عاد ندش على التكنيك، وبعد التكنيك يكون الفايتات، وآخر التمرين نخلي مثلًا جزء حق السلتشات عشان إن العضلة تكون مثلًا ما يحوش راشد أو إنه يصاب. لأن عندنا أغلب اللاعبين اسمه يدشون كلاسين وثلاثة باليوم، فيحتاج راحة زيادة. إذن تمارين الإطالة، تمارين الكول داون يسمونها بعد التمرين، تختلف عن الورمينج أب البداية؟ أي نعم طبعاً. أنت بعد التمرين نفس اسمه استطالة وسوي سلتشات، يعني تتمقت تأخذ راحتك. البداية مثل كيش راح يكون بسرعة، والتسخين مثل يكون سريع أساسنا بس تحمل جسم بعدين دش. إذن يقولون الرياضة أخلاق عدل، فهني أنا شفت مساع وايد الأخلاقيات منتشرة حتى بين الشباب اللي موجودين التيم، كل واحد واقف على الصف، كل واحد محترم الثاني، حتى حتى قبل ما يتحرك يعطي علم حق اللي قدامه. صح، فهذا من وين يت؟ هذا الله يسلمك. الجوجيتسو أكثر من مجرد رياضة، يعني يمكن من فوائد الجوجيتسو هي مثلًا مو بس أنا اسم مثلًا روح أتدرب ولا ديش فايت. أنت يمكن قاعد تشوف مثلًا الشباب إحنا يدربون عندنا مرتين وثلاثة باليوم، زي هذا الشيء اللي خليه قاعد يدرب مرتين وثلاثة باليوم. أول شيء البيئة اللي هو فيها، المكان سواء اللاعبين أو المدرب أو المكان نفسه. الشغلة الثانية الجوجيتسو تعلمك أكثر من رياضة، تعلمك شلون تفكر، شلون تواجه المشاكل، شلون تحل مشاكلك، شلون تدافع عن نفسك، تدافع عن غيرك، تكون لك صداقات اجتماعية. يعني هذه يمكن درجة كبيرة، يعني خصوصا لما ندش بالبطولات نكون مثل معارف وايد من خارج ومن داخل الكويت. فيعلمك الجوجيتسو أكثر من مجرد لعبة. زين هي أكثر من مجرد لعبة مثل ما قلت. إحنا قاعدين نتكلم الحين عن فوائد الجوجيتسو. أنت قلت منها الأمور الاجتماعية. صح. شنو بعد من فوائدها؟ فوائدها عندك طبعًا أنت على الصحة العامة مثل بدنياً، عندك مثلًا يزيد عندك قوة التركيز. الشغلة الثانية الجوجيتسو تبلش من عمر 3 سنوات، يعني الصغير يقدر يدرب جوجيتسو. عندك ذوي الإجازات الخاصة يقدر يدرب جوجيتسو. عندك مثلاً البنات يدربون، عندك مثلاً الكبار بالعمر، الجوتسو حق الكل، ما في مثلاً عمر معين أوصل 30 لا خلاص أنا اعتزل، أي حق الكل. اللعبة ذكاء وشون تشق مثلاً عقلك أكثر من منها مثلاً عضلات وقوة، فأي تنفع حق الكل لأن فيها تحدي وايد، فيها فكر وايد، وفيها لياقة وايد. هذه يمكن من الشغلات اللي مثلاً فائدة الجوجيتسو. قبل شوي تكلمنا عن الفوائد. حلو. قلت الفائدة إن هي اجتماعياً. صح. وحتى لياقة بدنية. تكلمنا عن الأعمار. عدل. لما تكلم سن لاعب الجوجيتسو لمتى يعني يبلش من؟ أنت قلت 3 سنين. إيه أكثر ولا أقل؟ أنت عندك الله يسلمك ما لها سن محدد. إحنا مثلاً إذا قلنا البداية من 3 سنوات، في لاعب يدش وهو صغير، في لاعب تلقى مثلاً يوقف من 20 سنة، وفي لاعب تلقى يبلش من 30-40 سنة. هدف اللاعب البداية شنو؟ طبعا يفضل أكيد اللاعب يبلش منه عمره صغير أساس يأخذ من الأساسيات ويدرج بالأحزمة والعمر. إذا صار كبير يوصل لفئة مثلا احتراف أو شبه احتراف. طبعا اللاعب بداية مثلا هدفه شنو؟ هل أبي الجوتسو أنا بس حق نفسي مثلا كدفاع حق النفس، أتصرف إذا مثلا صرت بموقف مثلا معين، أو أبي أصير بطل وأصير لاعب وبعدها أعتزل أصير مثلا مدرب، أو مثلاً بصير لاعب وصير بطل وإذا وقفت أوصل حق التحكيم. يعني إحنا البطولات في ناس ليه فوق 80 سنة قاعدة تشارك، بس هو اللاعب مثلاً من نفسه إذا شاف مثلاً خلاص مثلاً يلا وقت ما يقدر يعطي فيه زيادة، ما يقدر تلقى جهد أو مثلاً لياقة أو تكنيك، يوقف يتجي مثلاً يا مثلاً على التدريب أو على التحكيم. إذن على موضوع طار التدريب والتحكيم، إيه؟ شنو شروط التدريب إنه واحد يصير مدرب جوجيتسو؟ طبعا الشروط عنده مثلا عنده مثلا شهاده حزام اسود، عنده مثلا خبره بالجوتسو، عنده مثلا شهاده اصابات اوليه لا سمح الله واحد صار مثلا عنده اصابه شيء شلون مثلا يتصرف المدرب. وشغله ثانيه يكون ترى التدريب يمكن مشابه للتدريس، شلون مثلا تحضر. طبعا كل لاعب مثلا عندك مثلا انت مختلفين، انت عندك صغار وكبار، في واحد يستوعب من
اول حصه في واحد لا لازم تعيد، فلازم شلون تتاكد بعد التمرين ان الكل مثلا فاهم والكل عرف التكنيكات هذه، فيبي مثلا تفكير، يبي تحضر زياده، وشلون مثلا تجهز اللاعبين اذا مثلا انت عندك بطوله شلون راح تجهز اللاعب، اذا مثلا واحد مثلا بس يبي يلعب حق نفسه شلون تبي تجهز اللاعب هذا، فيبي بطولة بال وايد خصوصا اذا قاعد تدرب المراحل السنيه، شلون هو الاساسيات والبدايه من اصعب شيء، بعدين عاد مع الوقت والخبره كل شوي عاد تتسهل الامور. ما شاء الله هي تعتمد كلها على هني بالاخير. ما شاء الله الحين انا عرفت وايد معلومات عن المكان، عرفنا عن التمارين، تعرفنا على العمر، زين انا كابتن الحين بتمرن لياقه بدنيه، ممكن شوي تساعدني بالموضوع؟ اي حياك تفضل. شوف اللي قلت لي عنه قبل شوي. ان شاء الله حياك. ما شاء الله ابو حمد خوش تمرين. الحمد لله يعني في فايده. ما شاء الله احس اني رديت 5 سنين قبل. زين ما شاء الله. احس اني فريش وطاقه ايجابيه. هذه من الشغلات الايجابيه بالرياضه طبعا الصحه العامه. زين على الجهد المبذول اللي سويناه قبل شوي، كذي استعدادات اللاعبين كل يوم؟ طبعا احنا كل يوم طبعا اللاعب يبذل دبل جهد هذا، اذا مثلا كان تمرين 50 دقيقه كل ساعه، واحد مثلا درب اكثر من ساعه باليوم، فيكون مستعد ومتعود اساسا على الفايتات، اذا عنده 20 لنص ساعه طول الوقت شغال مثل ما يوقف، طبعا هذا كان بدايته تدريجيا، درج لين ما وصل للمرحله هذه، فطبعا اي نعم كل يوم هم يبذلون نفس الجهد هذا واكثر بعد. زين على البطولات المحليه شلون الاستعدادات؟ شنو حصص التدريب لها؟ احنا اسلمك ندرب 6 مرات بالاسبوع، عندنا بالنسبه حق تمرين الكبار عندنا 4 كلاسات باليوم الواحد. طبعا احنا نكون طول الموسم مستعدين، مرات طبعا كل بطوله لما يتم اعلان عنها بشهرين لثلاث اشهر يكون احنا عندنا علم انه مثلا في بطوله فلانيه. فاحنا نكون اساسا مستعدين وشغالين للبطوله هذه. زين انت الحين احنا عرفنا ان عندك مشاركات. نعم. حصلت على ميداليات. نعم. من هاروما. نعم. نتكلم عن مشاركاتك والانجازات اللي انت سويتها. طبعا هي حالات الجسم بالمشاركات، وايد يمكن انا اقول حق اللاعبين مثلا انصح اللاعبين، بس طبعا ما اجبر اي واحد، يمكن في لاعب يدش يقول انا مثلا مو جوي بطولات ولا منافسه، بس هي حالاتها والثقه بالنفس تجي لك لما تشارك. يصير مثلا عندك ثقه بالنفس، تكون صداقات زياده، وثاني شيء يكون عندك نفس السي في، كل ما تفوز وتتوفق بالبطوله تحصل مثلا ميداليه، تحصل كاس، مرات مثلا جائزه مثلا كان مثلا عندهم جوائز نقديه او مثلا شيء ثاني، فهذا كله دافع ويساعدك. فالجسم طبعا احنا قلنا حزمه في ابيض وازرق وبنفسجي للاسود، يفضل كذا تقدر بكل حزام شارك، لان كل ما تصعد حزام كل ما تتصعب المهمه وتصعب مثلا مستوى اللاعب. ف الابيض مثلا شارك، يزيد مثلا عندك الثقه، مثلا عندك الازرق، عندك البنفسجي، شارك. وطبعا لما تكون عندك سي في هذا يساعدك حق بعدين اذا تبي تصير مثلا مدرب، تبي تبطل صاله، السي في هذا راح يكون مساعد لك. اذا انت قبل شوي قلت على الاتحاد الاسيوي والدولي. نعم. اذا هي لعبه واحده، شو الفرق بينهم؟ الفرق الله يسلمك، الاتحاد الاسيوي يمشون على قانون الحزام الاسود، بس حزام اسود، يعني ما في تدريج بالاحزمه، بس بالاوزان. اللاعب راح يلبس حزام احمر ولاعب يلبس حزام ازرق، انت ما تدري اللاعب اللي قدامك هذا شنو حزامه، ابيض ولا ازرق ولا اسود، هذا اللي يختلف. الاتحاد الدولي لا، الحزم البيض يلعبون مع بعض بقانون الحزام الابيض، الاسود يلعبون مع بعض بقانون الحزام الاسود. فهذا يمكن الشغلتين اللي تختلف بين الاتحادين. زين الحين هذا على موضوع الاتحادات. نعم. زين وانت تكلمت عن موضوع المشاركات. صح. ان الشخص اللاعب الكويتي لازم يحتك عدل ويشوف ويشارك. صح. زين انتم قاعد تستعينون بخبراء هني مدربين عالميين. عدل. زين هل هذا هو نفس المنظور انه بس كاحتكاك ومشاركه وتعليم؟ احنا الله يسلمك كل سنه اني احد ابطال مثل سواء كان لاعب او مدرب او خبير بالجيتسو يعطينا مثلا معسكر
للكبار والصغار. اول شيء راح نستفيد احنا من خبراته، شيء مثلا الخطه والفكر ماله اللي تفيد اللاعبين، اللي تفيدني انا اذا مثلا بروح انافس، شلون تفيد اللاعب؟ يعني البطل اللي احنا مثلا احنا السنه طافت مثلا ابن بطل فاز بعشر بطولات عالم، شلون وصل هو للعشر بطولات عالم؟ فيعطينا من خبرته، يورينا شلون تكنيكات، شلون يستعد اللاعب، شلون يستعد قبل البطوله، شلون اللاعب يجهز، شلون يفكر، شلون يحط له خطه لقبل البطوله. فاحنا نستفيد طبعا من الخبرات هذه، زائد ان الاحتكاك مع اللاعبين هذول. زين هذا شيء يحمسهم ان يشاركون بعد لما يشوفون لاعبين عالميين يوني مدربين. اي نعم طبعا الجوتسو فيه نفس المنافسه الواحد مع نفسه، اللعبه الفرديه هي بالمباراه شلون مثلا تصير خساره الفوز بغلطه احد اللاعبين. فالجوتسو يقول لك يا تفوز يا تتعلم، ماكو خساره لانك انت غلط، فتعلم ان المره الجايه او المره الثانيه انك ما تصير بالخطا هذا نفسه. فاللاعب يروح يشد حيله من اللياقه البدنيه، من التكنيك، انه شلون ما يصير مفاني بالخطا هذا، فيكون مثلا التركيز انه يعدل من اخطائه او انه يقلل اخطائه، والتركيز الثاني انه شلون يطور اللياقه البدنيه مالته وتكنيكات. انت تكلمت ان اللاعب هي ما فيها خساره، نعم. هي يا فوز يا يتعلم. يا يتعلم. زين المشاركات اللاعبين المحليين، نعم، ما هي الانجازات اللي حققوها بالاتحادات العالميه والمسابقات؟ احنا اسلمك عندنا يمكن اكثر من 20 لاعب عندهم انجازات سواء خليجيه او كويتيه او عالميه. عندنا طبعا من هذه الانجازات احنا جبنا برونزيه وذهبيتين في بطوله ابو ظبي للمحترفين الجوجوتسو، هاي بطوله العالم من اهم البطولات، ويبنى تقريبا 4 إلى 5 ذهبيات في بطوله الجراند سلام وفضيه، هذه تعتبر ثاني اقوى بطوله، زاد البطولات اللي مالت روما او مالت الامارات يبنى فيها مثلا وايد ذهب. فعندنا يمكن احنا محمد علي وحاصل الحزام الاسود اكثر لاعب كويتي انجازات من كثره المشاركات الخارجيه، وسنويا يروح على حسابه يعسكر الشهر بامريكا، بعد ما يعسكر خلاص يروح يبلش موسم البطولات. ما شاء الله احنا نفتخر والله شاب الكويتي ما شاء الله يعني لهالدرجه هو طور من نفسه وحب الرياضه. صح الشباب عندهم يعني عندنا خامات وايد قويه، لان الشباب هو حاب اللعبه، فهو قاعد يدفع من جيبه وقاعد يضحي من وقته وقاعد يروح ينجز حق اسمه وحق اسم الديره مالته حبا باللعبه هذه. الحمد لله والله في عندنا وايد لاعبين بالكويت ما شاء الله على كثر هالانجازات عين، ما شاء الله الاقبال زايد هنا بالكويت حب الرياضه. إيه تنوعت وايد في وايد انديه عين. صح الحين يعني عندك بالسنوات الاخيره انديه وايد افتحت، صار في اقبال يعني حتى من الاولاد من الاطفال، عندك من البنات هم من الكبار، صار الاقبال وايد على الرياضه، صار وايد اكثر من اي نعم وايد يعني غير عن قبل يمكن كنا يمكن نوادي معدوده، الحين يمكن فوق 12 13 نادي، وعدد اللاعبين صار وايد كبير بالكويت. اذا انت ما شاء الله يبطاري كبار السن، نعم. هو لميك على العمر كبير، صح، يعني حاب انه يجرب، حاب انه يغير. صح طبعا الاعمار الكبيره هو طبعا بالبطولات فوق 30 سنه ل 35، هاي فئه 35 ل 40، فئه 40 45 راح يلعب مع نفس عمره وراح يلعب مع نفس وزنه واللي معه بنفس اللياقه. فغالبا الاعمار الكبيره يقول انا مثلا ما ابي اركز حق البطولات، بلعب حق نفسي. هي الجيتسو حق الكل، شلون انت تستخدم مثلا تفكيرك، شلون تثبت اللاعب اذا كنت فوق، شلون ما تخليه يتحرك اذا هو كان فوق، شلون تتخلص انت، تخلص نفسك. فوايد فيها امور جيتسو غير الفاين. الله يعطيك العافيه ابو حمد. الله يعافيك. ما شاء الله اليوم وايد استفدت معلومات حلوه عن جوجيتسو صراحه. الحمد لله. اهم شيء من بعد التعب اذا كان في نتيجه هذا هو المهم والاساس. بالضبط، اهم شيء النتيجه. الحمد لله. قواك الله ما قصرت. الله يقويك، حياك الله، الساعه المباركه. نصيحتي حق كل شخص رياضي، حط لك هدف معين وحاول تسعى وتتعب وتشد حيلك وتركز فيه لين ما توصل له. يمكن ما توصل له خلال السنه هذه او فتره قصيره، يمكن راح توصل له بعد فتره وبعد تعب وعناء، يمكن اصابات، تدرب راح تحس بصعوبات ويبي لك طوله بال، راح تحس ان الفتره يمكن وايد طويله على ما توصل حق اللي تبي، ما راح تاخذها بالساهل، راح يمكن تحوشك اصابات، تحوشك يمكن وايد ظروف سواء بالدراسة سواء بالدوام، لما إن شاء الله بالنهاية راح تتوفق وتوصل حق اللي تبي. ونصيحتي حق أولياء الأمور، إذا مثلا شفتوا عيالكم عندهم هواية معينة شجعوهم، كانت رياضية كانت حرفية كانت فنية، شجعه وخلك معه وساعده، بالنهاية شيء راح يفيد نفسه ويفيد أهله ويفيد
الدولة، وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. اليوم مارسنا الرياضة وبذلنا مجهود وتعرفنا على شيء جديد، رياضة جوجيتسو. لا هي كاراتيه ولا هي تايكواندو ولا كوجي كومبو، صراحة تجربة حلوة، تعلمنا تكنيك جديد وشو طريقة الدفاع عن النفس. وبكذي هذا كان لوكيشن اليوم، ونوعدكم إن شاء الله بلوكيشن آخر جميل. أشوفكم على خير، مع السلامة.